الرحمن الرحيم. قامت رابطة المحامين السوريين الأحرار بالتعاون مع أمانة مدير السجل المدني في مجلس محافظة حلب الحرار وأمانات السجل المدني الموجودة في ريف حلب الشمالي بافتتاح مركز للتنسيق القانوني في مخيم سجون. معنا الأستاذ المحامي أيضا مدير مخيم سجو الأستاذ حسين دريد. بتحبك تعطينا فكرة عن أهمية التوثيق وضرورته بهي المرحلة في أمانات السجل المدني وبالمخيمات؟ حقيقة كما تعلمون منذ اندلاع الثورة يعاني النازحون في ريف حلب الشمالي من عدم وجود توثيق قانوني لحوادث الولادة والزواج والطلاق التي حصلت وتحصل في المخيم بشكل مستمر. ونحن الآن على أبواب عام دراسي جديد ونعاني بشكل كبير من أمر تسجيل الأطفال المستجدين في الصفوف الأولى. نحتاج لمركز توثيق حالات الولادة الجديدة وتوثيق المكتومين واستخراج بعض الأوراق الثبوتية اللازمة لهم في المدرسة وأيضا في أمور حياتهم الأخرى حتى لا يبقى الأطفال مكتومين ولكي نحصل على إحصاء دقيق ورسمي ومعترف به. الله يجزيك الخير. شكرا. نشكر كمان أيضا رابطة المحامين السوريين الأحرار اللي ساهمت مع مديرية السجل المدني في إنشاء هذا المكتب وتفعيله ونطلب المزيد بإذن الله وإن شاء الله راح يكون عندنا خطة لتغطية كافة المخيمات في ريف حلب الشمالي وفي منطقة أعزاز إلى نهاية المناطق المحررة. أي منطقة فيها عشوائية أو فيها مخيمات راح يكون فيها بالتدريج إن شاء الله مكاتب توثيق قانوني ومدني.